رامي القايلة. انتم تسمعوا في برمجة خاصة مع هاجر حناشي على ESM أحلى راديو. ESM أحلى راديو. ندخلوا بالابتسامة لفزيت الكل يا جماعة، مرحبا بكم. طبعا ساعتين وحدش دقيقة الجماعة خلطوا دقيقة 90 لابسين الأزرق على الأزرق، وحتى ديجيتال لابس بالأزرق مغاد، الفون أزرق، جونا فسفس. ما تعديوليش قائل أزرق بركة معناه. ردوا بالكم علي، استحفظوا علي، فهمت كيفاه، نعملوا جو مع بعضنا. باهي اسمع، صباح سلمنا عليك ما فاتت وانت زرستك تعبت فيك باش تاخذ نفس، وهي بطبيعتها جات تجري بصاكا ازرق والوان وفازيت. صابرة عسليمة. عسليمة هاجر، عسليمة لؤي، عسليمة بالناس اللي تسمع فينا الكل، عسليمة بالناس اللي تخدم معنا في الكوليس. ان شاء الله يا رب تكون حتى السماء زرقاء اليوم، راه طقس حلو باهي، العباد تسيس رويحة شوية على خاطر فما برشا سيركيلاسيون، فما ايامات نتاع تلقيح زادة جايين، ديما نذكروا التلقيح، التلقيح ما عندنا حتى حل، كان التلقيح راه العالم ماشي في تروازيام دوز، دونك نحنا خلينا نخلطوا شوية على العالم. حاجة أخرى، إن شاء الله يا ربي يبقي سطر على بلادنا. أمين. وإن شاء الله يا ربي نخرج من الأزمة هذية، وتسمعونا ساعتين كل الأخبار لحظة بلحظة على ESM. يا بابا يا بابا، بسم الله ما شاء الله. خويا لؤي، الفك السفلي متاعك شنو هو؟ والله الفك السفلي متاعي يعاني هك، تشوف فما شوية انتفاخ على مستوى الفك الأيسر. سينو لاباس، أموري باهية، جوي باهي، هاني نتحرك. باهي، أنا جاتني معلومة اللي أنت استعملت الدواء. أنا ربي يشفيك، كما نحب نعرف استعمالك للدواء هذا عن طريق الطبيب او لا؟ هو عن طريق، طبعا نحن نحترم العلم على ذلك، عن طريق المختصين. نفلح وحدي كيف مشيت شريت لا بالتليفون، بالتليفون مشيت شريت دوكومونتا، ومن بعد كلمت من غير ما نسميه مشيت شريت انتيبيوتيك، ومن بعد كلمت الطبيب نتاعي قال لي جاوك به. باهي، رد بالك تاخذ انتيبيوتيك وحدك على خاطر كيما كنت نحكي لك من بكري، ما عرفش كان عندك المعلومه ولا صابر عندها المعلومه، اللي في تونس احنا نحتلوا المرتبه الاولى معناها. ما عادش ينفع فينا الانتيبيوتيك جملة، على خاطر ما نخطو فيه على بعض، وكما نحبوا احنا ونجتهيو الوان واشكال، وهما فما درجات فيهم، الطبيب يعرف قديش يعطيك وشنو يزم يعطيك، شنو نجم يبدل. توا مساكن الطبيب ما عادش عندهم يبدلوا، ما عادش عندهم شيء. انا ما نشربوش جملة الانتيبيوتيك، مش على كيفك، ما نشربوش الا غالب. حتى الطبيب ساعاتي بالحق، راه حتى الطبيب يقول لي يلزمك مثلا تشرب، نقول له ما نبدل لي حاجه اخرى، انتيبيوتيك لا، خلي بدني يعمل، نشوف احواله ونشوف المناعه نتاعه ونشوف تستيه معناها. ما فما حاجات يلزمك ان شاء الله لا يوصلنا الحاجات هذيك، لطف عليك الله يقدر. اما فما تطورات ساعات فيسع فيسع، بعدين فما بكتيريا، بعدين لازم انتيبيوتيك. اسمع انا نتاع الصحه، راه حسيتك اصدقائي الاطباء، دونك فهمتك عليه. ايا مساحه مانيش خارجين جميع عندنا صغيرة باش نمشيو نطمنوا على الصحة نتاعهم، خذوا تلقيح في اليوم الوطني للتلقيح الأخراني. أو معنا دكتور شكري جريبي، عضو الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، باش يحكي معنا في بوان سونتي. دكتور جريبي مرحبا بك بحثينا على ESM. مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعات ومستمعين راديو ESM. عايشك الله يخليك دكتور. دونك نعرفوا اللي فما صغيرات في ولايه قبلي وولايه قفصه اعمارهم بين 15 و17 سنه تلقاو جرعات مركزه من تلقيح فايزر، سنحبوا نطمنوا على صحه الصغيرات، صاروا لهم شويه مضاعفات، لو كان تعطينا اكثر تفسير. اي كما قلت سيادتك، المهمه ونطمن على صحتهم، خاطر صحه الصغار هي اول حاجه اللي لازمنا نركزوا عليها. صحيح صارت تقريبا 32 طفل في قبلي و17 في ولايه قفصه جرعات مركزه، اللي هي كان من المفروض ما تكونش الجرعات المركزه هذيا. اللي حب نطمن اول حاجه كما قلنا والمهم، انه الجرعات المركزه اللي تعطات للاطفال هذوما لم تشكل اي خطر. المراقبه المستمره هي صارت نهار الاحد 29 اوت، واكثر من اسبوع اليوم المتابعه نتاع صغيراتنا هذوما الكل تبين ان الى حد الان والحمد لله ما فما حتى اعراض خطيره اللي تخلينا نتقلقوا. الاعراض اللي صارت هي اعراض عاديه جدا، اللي تصير مع كل التلقيح العاديه، اللي تصير حتى مع الجرعات الغير مركزه بالنسبه للأطفال. المتابعة صارت حينية، من اللي
اخبار اخلاقيه صارت العنايه المستمره على النطاق المحلي والجهوي وكيف كيف على النطاق الوطني، بما ان التنسيق صار مع اداره اليقظه الدوائيه لسونتر ناسيونال دو فارماكوفيجيلانس. باهي تو نجموا يسمعوا فينا الاولياء بداوا خايفين على صغيراتهم، يقول لك باهي فماش حاجات اخرين ولا انواع تاع تلقيح اخرى نجم تكون ممنوعه الصغيرات ولا فيها خطر ولا تشكل خطر على حياه الصغيرات ولا حتى على النمو نتاعهم. تعرف دكتور غالي من الاول ما كانوش باش يلقعوا هما للصغيرات على خاطر التجارب السريريه اللي صارت على اللقاحات هذيا ما صارتش على الصغيرات، وتعرف ان انت اللي تجارب السريريه على الصغيرات تاخذ اكثر وقت منها على العبيد الكبار ولا حتى العبيد اللي في عمر 40 سنين، على خاطر تعرف اللي عمر طفل في 8 سنين مش هو بيدو في 11 مش هو بيدو في 16، وكعليش التجارب السريريه على الاطفال هذوما تاخذ اكثر وقت. اسكو فما تلقيح اخرى ناخذوا حذرنا منه ما نعطيهمش للصغيرات والا هانا نعطيو عينا ميزاننا؟ يعني نبدا من الاخر اللي كملت به سيادتك، انه بالنسبه للتجارب السريريه هو ما يقع حتى ترخيص في حتى الدواء ولا في حتى التلقيح، الا ما يقع التجارب السريريه. صحيح في المرحله الاولى التجارب السريريه كانت مركزه على ال 18 فيما فوق، ومن بعد بعض التلقيح، ناكد نقول بعض التلقيح اللي خذت التراخيص في العالم وخذت التراخيص في تونس، صارت التجارب على الشريحه العمريه اللي دينا نلقوا لهم في تونس. يعني الترخيص نتاع التلقيح موقع لما تاكدنا من الفاعليه ومع السلامه نتاع التلقيح هذوما اللي هما فايزر وموديرنا، وهما اللي راح نستعملنا فايزر في تونس، وهذا مؤكد في الملف ومش التلقيح الكل اليوم عندهم التراخيص. بالنسبه للمستقبل اجابه على سؤالك اللي باش يخافوا ولا ما يخافوش، فيما يخص التلقيح ناكد هنا بصفه قطعيه ما نستعمل كان التلقيح اللي عندهم الترخيص بالنسبه لتلقيح الاطفال في العالم وكيف كيف عندهم الترخيص في تونس. فيما يخص الغلطه نتاع الجرعات المركزه اللي صارت للاطفال، ولو هي ماهيش اختراع وصارت في كثير من البلدان وصارت حتى في اثناء التجارب السريريه موجوده في الملفات، احنا ما نحبوهاش تصير بالطبيعه وما يلزمهاش تتعاود، ولذا الاجراءات الكل قاع اتخاذها باش ما تتكررش الغلطه هذه اللي نزيد ناكد اللي ما فيهاش حتى خطر بالنسبه للاطفال. ما دامك معنا دكتور جريبي باش نسالك على اليوم الوطني للتلقيح اللي باش يتبرمج نهار السبت، لو كان عندك اكثر تفاصيل على الموضوع وشفت باش نقول لك فما برشا عبيد في اليوم الوطني للتلقيح اللي صار نهار السبت قالوا لفات اللي بدلتوا النهار بالسبت او كعليش فما برشا عبيد ما مشيتش للتلقيح، اسكو خممتوا في النقطه دي انكم ترجعوه بنهار الاحد والا لا؟ شوف هو صار تقييم بالنسبه للتغيير الاحد للسبت، وهو يعني زي ما نعرفوا علاش وقع تغيير الاحد للسبت، فما عديد من الاصوات طالبت بالعكس تحويل يوم الاحد يوم السبت، احنا استمعنا قلنا التجربه التقييم يبين انه ما فماش تاثير، الحاجه الوحيده اللي قلنا اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار وهذا ما تقرر انه في مكان مش نفهم هذه ثلاثه وليت من ثمانيه حتى لخمسه ما عادش من ثمانيه من ثلاثه كما صارت في السبت الفرد. فيما يخص التغيبات وبعد هي في النهايه العدد ماهوش خايف، مش كملنا تقريبا يقارب 405000 اللي تقدموا للتلقيح بالنسبه ليوم سبت 4 سبتمبر. هو التغيب الغيابات مع الاسف صاير في ايام الاسابيع الكل، ويمكن بالعكس يوم السبت 4 سبتمبر النسبه كانت اكثر من الغيابات اللي قاعده تصير في ايام الاسبوع، وهذه فرصه باش نقوم بنداء ملح وملح جدا لكم المواطنين الكل، ما تغيبوش وقت اللي يجيكم الاستدعاء سواء في الجرعه الاولى وخاصه في الجرعه الثانيه، خاطر راهو الجرعه الاولى لوحدها ما تعطيش حمايه كافيه، حمايه ضعيفه، ولازم ناخذ الجرعه الثانيه. بعض فما برشا تفسيرات، فما اللي يقول يمكن المرض ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه في الاحلام، نقول هذا صحيح معقول ونجم يصير، لكن النسبه مش كما قاعد نشوفوا فيها نتاع العزوف، ونزيد نذكر اللي راه بعض المرض في ظرف شهر ينجم يلقح. دونك الاخوان الكل اللي تغيبوا يوم 4 سبتمبر على الجرعة الثانية، واللي تغيبوا حتى في أيام الأسبوع على الجرعة الثانية، وخاصة الشريحة اللي فوق ال 40 سنة وهما هذوما اللي كانوا مستنشين يوم 4 سبتمبر،
عندهم فرصة ينجموا يجيوا نهار السبت هذايا على وعلى 18 و39 سنة اللي خذوا الجرعة الأولى يوم 15 أوت باش ياخذوا الجرعة الثانية نتاعهم السبت هذايا. المواطنين إخواننا الكل اللي تغيبوا على الجرعة الثانية ينجموا يجيوا زاد السبت هذايا باش ياخذوا الجرعة الثانية نتاعهم. نزيد نأكد أن الإخوان اللي خذوا 15 أوت جرعة جونسون ما همش معنيين بما أن تلقيح جونسون هي جرعة واحدة. به يعطيك صحة دكتور شكري جريبي الله يخليك. كان معنا عضو الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا. دونك ما دمنا مع بعضنا خنزيد وانت بديت بها وكل يوم تحسك تبدا بها برمشي ولقحوا برمشي ولقحوا برمشي ولقحوا هكا بالحق. اي خاطر انا ديجا البارح حكيت ما نعرفش مع لؤي ولا معك انت هاجر قلت اسكو التواصي العودة المدرسية بدات قريب ما عادش برشا 10 ايام ولا اقل مازلنا ما نعرفوش اسكو الصغيرات اللي اقل من 12 سنه اللي كما قلنا منظمه الصحه العالميه ما حطتهمش في القائمه نتاع الناس اللي يلزمها تلقح اسكو باش نعرفوا اللي المعلمين نتاعهم اللي باش يمشيوا ويقريوا مش يكون فما معناها اقرب منهم برشا فما رقابه فما مراقبه على الناس هذوما باش يلقحوا اسكو لقحوا كملوا الجرعات نتاعهم والا لا باش نعرفوا على خاطر الخطر نتاع الدلتا هذايا صاير على الصغار. دونك ان شاء الله تكون الوزاره والا اللجنه اللي مختصه واللي ليهي بالعملية الحملات نتاع التلقيح هذية يكون عندها دراية ولا يكون عندها كما نقولوا نحن نشوفوا المدارس نشوفوا المعلمين هذوما اسكو اخذوا التلقيح نتاعهم ولا لا حماية لهم هما وحماية لصغارنا بيان سور. اي بيان سور لو اي انا والله مده تو نسمع في اللجنه العلميه خاصه اطباء قاعدين يحكيوا عن موجه سادسه في تونس والا موجه ككل في العالم تنجم تكون في اخر سبتمبر او هذيك موجه وحدها تبديل الطقس مع غسلت النوادر هذيك دونك وعلى ذلك حتى في السيزون في الصيف كامل نحكيوا على العوده المدرسيه وكيفاش لازم نزربوا باش نلقحوا مازالوا برشا ناس ظهر لي ما لقحوش وفما تو العالم الكل متجاهل الجرعه الثالثه ونحن في تونس فما ناس اللي مرضت ولقحت مره بركه دونك ما نعرفوش زاد بالدلتا والا باللي فاريون اخرين كيفاش باش تاثر الحكايه هذه. اما نتمنى وانه العوده مدرسيه وخاصه خاطر حتى عم ناول راهو الموجه عاودت رجعت سبتمبر اكتوبر دونك العباد الكل ردوا بالنا على رواحنا تو نحن في سبتمبر ردوا بالنا على رواحنا ردوا بالكم على بعضكم مازالت راهي الكوفيد تنجم ترجع تو مومون حتى لو كان ملقحين تنجم تمرضوا اما تجيكم خفيفه برشا دونك ديما الماسك وجيل حتى يكشيلين أموال لقوا أكثر من 50-60% من الشعب التونسي. وحاجة أخرى سمحني يا هاجر لا حبيت نقول شكرا والله أوكي صحيح ننسى المعلومة في ساعة على خاطرني حبيت نقول لي بالحق يلزمهم يكون فما ميزاجور بين المختصين في الطب معناها الأطباء والكل واللجنة سيغتو مع اللي صاير في العالم ويكون كما نقولوا نحن عرفتك البث المباشر اي حاجه تصير في العالم يلزم طول نحن التوانسه مش كان اللجنه تعرفها كيما حكينا حكايه الفاكسان مثلا اللي هو يقاوم الفيروس يقاوم 20% معناها والا الفاكسان عنده فاعليه طاحت ب 20% بالمو هذا يا جديد دونك يلزمنا نعرفوا يلزم يكون فما معناها ميزاجور كيما ما لقيتش كلمه اخرى للي صاير في العالم باش نحن زاد نكونوا مع نفس الوقت مع البلدان العالم المتقدم زاد علاش ليه باش يكون عندنا المعلومات الكافيه والشافيه باش نعرفوا فين ماشي هالفيروس. باهي تابعني في الو اي اف ام سبيسيال سونتي ديما نعطيكم الجديد بما يخص الكورونا ماركتينغ ويلا شفت عطاوني ساعتين خلنا نفرح بروحي تابعوني ما عنديش نص نعطيكم الحاجات الجديده الكل سينو حتى هي زاد جيت بحذانا عندها حاجات جديده ان شاء الله خير بيان سور تويت نوسا العروسه ان فو ترافيك شلفي باور لو كاربورون بريميوم رجعنا لكم جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كش الاربعه نتاع العشيه توا مدي ساعتين و27 دقيقه مانيش وحدي بحذا اختي صابره لابسه بالازرق الجميل وبحذا اخوي العزيز لؤي بالازرق والابيض الجميل زيد ركب على التصويره وعلى الراديو تلمو تحب انت الراديو لابسه بالازرق أي. اليوم أي. انا نحب نسلم على سابا مره اخرى مرحبا بك في انستغرامي اي راح ولينا سايين تبعوا الحقيقه اول فيديو نلقاه شاعري جميل رومانسي حاجه معني حبيتها حبيتها حبيت الشتاء حبيت الشتاء الشتاء والكياس
ولي في الكيس في الكيس حتى مزيان الكيس. خويا لؤي ما حبش يقبلني على الانستغرام تاعو، لان الانستغرام تاعي محلور. اي انت نورمال لازمك ابوني وانت تابوني، زيد ابونيني انا ابونيك. ابونيني انا ابونيك بعد تنحل، ما فقتش ما حلبتش. باهي اسمع، تو لازمك تفيق ولازمك تركز، وخل نشوفكم متابعين الاوضاع ولا كمش متابعين. كالعاده عندي اشارات وفازات وكل شيء وعندي سيت في الكويز نتاعنا. رامي القايده، ما هوش رامي بربي قلم الاداره تبدل نحيف رامي مانيش موافقه انا. اسمع نبداو مع اول اخبار يا جماعه، ركزوا لي مليح. الاخبار زاد مربوط بالتربيه والتعليم والفازات الكل. جمعيه حقوق الطفل باش تقاضي وزاره التربيه، حسب رايكم علاش؟ انديس انديس، والله اش نقول لك، اش كاتب في علاقه اداريه؟ والله كيف رامي في علاقه بشكون؟ في علاقه بالاطفال. هي علاقه بالاطفال. باهي نزيد نفسر لكم شويه، علاقه بالميكله نتاع الاطفال. الميكله نتاع الاطفال شو اسمها هي اللي شو بتحضر الام؟ صحيت، علاقه باللمجه. اوكي دونك خيالي، نسرح بخيالي. هي هو انا واحد عطيتكم الاجابه انا. يلزم الجوتي ما تتشريش مثلا ولا ما يجيبوهاش معاهم ولا حاجه؟ لا باش نقول لك، الجمعيه التونسيه للدفاع عن حقوق الطفل صدرت بيان فيها وصل لها اشعار حول تجميد الاموال المرصوده من وزاره التربيه لتمويل اللمجه المدرسيه للاطفال ابناء العائلات المعوزه. دونك قررت الجمعيه باش تمشي للمحكمه الاداريه باش تقاضي فيها وزاره التربيه امام اصرارها على عدم مراجعه القرار نتاعها وتمكين الاطفال من اللمجه المدرسيه اللي تعتبر حق اساسي، معتبرا ان قرار وزاره التربيه بتجميد الميزانيه يعد انتهاك جسيم لحقوق الاطفال التونسيين وفق تقديرها. الله كسرت بولار بعد عرفت لو اي ديجا ما جاوبش على خاطر امبوسيبل. لا اما بشوف يعني بالرسمي نحن نحكيو على عوده مدرسيه وهربين من التلقيح، نقارو احنا في قضيه والدوله ما بين دوله وجمعيه تدافع على حقوق الطفل وكل شيء، حاجه جراف على الاخر. خاصه انا ديما ريفيرونس اللي حكاه رئيس الجمهوريه قيس سعيد وقت اللي خرج حكي على القنطرة اللي تعاودت تبنات في بقعتك الشجرة اللي ماتت فيها الله يرحمها مهيل القزقازي، وقال وانه البروجي كان موجود 250 مليون وما صارش الاشغال ما بداتش. نفس الحكاية، الفلوس موجودة ما تتصرفش ما تتبعثش، ما نعرفش علاش، ما فهمتش كيفاش الدولة تمشي الحقيقة، ورئيس الجمهورية ديما مهنينا وانه مؤسسة الدولة تمشي، خاصة في العودة المدرسية اللي العباد الكل تعيط عليها بالغلاب بمعيشة بكل شيء. اهم حاجة اللي هو حق اساسي لكل تونسي وخاصة كل طفل القراي، وانه يقرا مرتاح من غير ما نحكيه على العباد اللي تمشي كيلومترات وما غير ضوء وما غير ترانسبور، حكاية هذيك الكل. حتى في اللمجة اللي يتمتعوا بها العائلة المعوزة اللي مازلنا دايور كيخذينا قرض مع عند ولا هي هيبة مع البنك الدولي ذيك 300 مليون دولار اللي باش تفرق على عائلة المعوزة. دونك حقيقة نتمنى وانه وزارة التربية تشوف حل في الموضوع ذا قبل ما ترجع العودة المدرسية باش ما نقاوش رواحنا في مشاكل اخرى. هو المخجل انك معناها لمجة تاع صغيرات ديجا ومتاع عائلة معوزة، علاش توصل الحكايه نقوم نشكي هنا في المحكمه الاداريه باش نفض الموضوع؟ معناها الموضوع انساني بحت فوميرا ويتحل، ما وصلوش الحكايه للمحكمه الاداريه. انا الحقيقه احقاقا للحق ما نعرفش علاش صار التجميد نتاع الفلوس هذيا، ما عندناش معناها في الخبر ماهوش مكتوب سبب التجميد، ولو انه انا ديما مخي يمشي للفساد المالي، معناها كان فما فساد مالي وجمدتوا الفلوس على خاطر فما ترافيك وفما سامحوني فما فلوس ماهيش قاعده تمشي لعائله المعوزه واولاد العائلات المعوزه في حاجه ماكله، معناها حاجه حياتيه ذي، مش باش نعمل نعطيهم حاجه كومبليمونتير للحياه، لا كماليه حاجه مهمه. حتى ولو كان يكون فساد فما حاجات يقول لك الخطر المحدق في القانون، دونك هذه حاجة ما يلزمهاش محكمة ويلزمها هذه تتعدى الفلوس وبعد اشكي على روحك وبعديك القضاء يخرج ويقول كلمته. دونك في حاجة كيف ما هذه ما فماش علاش هالبيروقراطية اللي وصلت حتى للمحاكم في انك تعطل فلوس ماشية الناس يعلم بهم ربي على خاطر عركة إدارية، وتنجم تكون مش فساد، تنجم تكون عركة إدارية راهو نتاع الله غالب الورقة هذيك ما تعدتش على سي عبد الجليل وما تصحتش، معناه جودي هكا حاجة، فهمت كيفاش؟ ما
معناها 10 ايام العباد باش ترجع تقرا والفلوس هذيا. حتى لو كنا احنا تكلمنا والعلام تكلم وقلنا يا وليدي سايبوا الفلوس يا وليدي اعطيو اتاو يضرب شهر ولا شهرين اخرين باش الفلوس هذيا تتسايب باش معناها بعتيك تشري الماكله وباش تمشي تعطاها للوليدات الصغار. دونك بالنسبه لي انا حاجات حياتيه كيف ما قلت حاجات اللي نورمالمون ما فيهاش وقت وما فيهاش طول طول هذه حاجه حينيه تتفرض على الدوله انها ما تصيرش تعطيلات في كيما هكا. اكثر من هذا صابر نتصور انه الدوله خاصه في بيريود الكوفيد لمت ما يكفي من المعلومات على المواطنين الكل ونتصور نجم تلقى الترناتيف نجم تلقى بديل اللي ديباني بيه الامور علاش تجمد في الفلوس والعائلات المعزة وأولادها يدخلوا ويرجعوا للمدرسة من غير حتى لونجل الذي حاجة غراف خلينا نعاود. دونك نجم تلقى ألترناتيف اسكو ما فهميش إنيسياتيف العبيد ما تحبش شنو الحكاية. نحن حكاية 300 دينار اللي صارت وزير الشؤون الاجتماعية تكلم فيها هي صار فيها ديجا تأخير راهو إلا ما رئيس الجمهورية وحقق الحق ديما نقول هذه كلمة حق مش موالات ولا حاجة أما هو قال سرعوا للعبيد راهو قريب الدخول القراية أعطيوهم على الأقل 300 دينار ماهيش حاجة كبيرة معناها ومع المنحة ولا الهبة هذيك اللي خذيناها عن طريق البنك الدولي. دونك حاجات كيف ما هذه ما يزمهاش تتعطل ما فماش معناها يعطيني يعطيني بعد بعدك تعركوا في المحاكم إدارات نحن عنا محكمة إدارية طون تهيردوا طون تضربوا في المحاكم أعطيني أنا طوى عودة تكون طوى عنا عامين العودة متاعنا مهيش عادية راو هاو كورونا هاو إضرابات هاو درشنا تخلينا العبيد السنة ترجع لو كان سبتمبر نشوفوا الطبليات الروز والعبيد فرحانة والقوتي وفي الكرتابلة والدنيا محليها تخلينا نفرحوا شوية خاتي محليها الطفلة تهبر هاي الوسط يا جميع ركزوا لي اوكي انشرحوا شوية فهمت كيف هاي مين قال الحل في استقالة الغنوشي من رئاسة البرلمان وانتخابات مبكر مين قال الكلام ده برشا ناس ينجموا صحيح مين عمل فيديو عمل فيديو وقال الكلام ده اللي عمل الفيديو البارح أبار الرئيس الأسبق مصف المرزوقي مصف المرزوقي مصف المرزوقي خاطر ما فهمتيش انا اكلوا اي عنده الاجابه طيب مسكين اتكلم واحد البارح في البارح كان جبت واحد والله يقول لك فما علاش ما يصير اللبناني جيش لتونس تكلم شي حكايش علينا وين ظاهر الفازه خويا المرزوقي هاي لله هو الحقيقه راهو اسمع الرئيس الأسبق مصف المرزوقي ما فلت حتى فرصة في أنه الحقيقة الكلمة الوحيدة كل ما نسمع تدخلاته بالحق لأيرة نقول الحمد لله يا ربي المنظومة اللي فاتت ما قتلتش 12 والله. مليون تونسي والله العظيم الحمد لله ما قتلتش ما تبقى من الدولة ومن الشعب بالحق حاجة من الفشل معناها لا ما عادش نلقاو أحديث ولكن ما نعرفش أنا البارح جبت انتباهي كلمة اللي هو قال راني أنا بنتكلم وخاطب في الشعب التونسي راهو أبار رئيس الجمهورية الحالي فما حتى واحد يخرج ويقول راني أنا باش نخاطب الشعب التونسي معناها انت كنت رئيس صحيح كنت عندك معناها منصب في الدوله التونسيه الجمهوريه التونسيه ولكن توا كان باش تعطي ارائك ولا باش عندك ما تقول في الموضوع عندك لي بلاتو عندك لي بلاتفورم موجودين ميدياتيك تبارك الله موجودين من العرب للتوانسه اللي تحب عليه ولكن كلمه للشعب التونسي اني انا باش نقول فيها معناها فهمت كيف ونحن نستناوه صحيت ونقعدوا قدام الحقيقه معناها فهمت دونك بالنسبة لي أنا مصف المرزوقي معناها أراءه متضاربة أراءه ماهيش ما نحسهاش يسر لمصلحة البلاد أكثر من أنه مرحلة انتقالية كما نحن موجودين فيها توا يقول لك شي نلقى شي بلايصة نلقى شي واحد الحقيقة هذاك أنا شنو نحس وموقفي أنا معناها وتحمل مسؤوليتي في ذلك مانيش نشوف في وطنية كبيرة ومانيش نشوف في حتى شيء صحيح خسارة بالنسبة لي أنا وقبل ديما نقولها
خسرنا حقوق كبير، خسرنا رجل معناها عنده تاريخ في الحقوق وفي النضال صحيح، ولكن الله غالب يقول لي كرسي بديله، بديل برشا الكرسي. اي بديل، سيلو اي بديل ولا مش بديل؟ لا مش بديل. يا اخي مش قال سي مصطفى مرزوقي كي خسر في الانتخابات شو اعتزل ولا شنو الحكايه؟ يا اخي شنو المشكل في تونس اللي يعتزل بعد يعاود يرجع؟ يا اعتزلوا يا اقعدوا، وين مش نعتزل وتعمل لنا فيلم ومن بعد تقعد راجع رتحنا. سي مصطفى مرزوقي الحقيقه ما هو صديقه، وهو رجل غنوشي وكان في معاه في الحكم من 2011 ل 2013 2014، ينجم يقول له ديريكت برا استقيل. اصلا ما فهمش باش استقيل هو ظاهر، حتى سي مصطفى مرزوقي ماهوش فاهم، وانه البرلمان هذا ما عادش مش مجمد، ما عادش لا تستقيل ما تستقيلش لا تحل روحك لحد شيء. اما راشد غنوشي هاك اسمع بكلامه في حاجه اخرى، دور على المكتب التنفيذي جمد وبدل الحكايه هذه كل. سي مصطفى مرزوقي انا حقيقه انا ما نعرفش علاش الفوفعه هذه الكل، ويتوجه بخطاب للشعب التونسي وما الى غير ذلك. الافكار ما زدنا حتى شيء حقيقه، ما ينفعش في شنو قاعد يصير ما بعد 25 جويلية، على خاطر اونيتمون بخلاف سياسيين هكا اللي خموا خارج الاطار، الكل تخمم في الاجراءات والقوانين والدستور والحاجات هذيك الكل. وقت اللي الشعب نهار 25 جويلية خرج وقال كلمته على منظومه كامله، ولازمنا نفهموا راه كي الشعب يخرج القوانين تنجم تتبدل والدساتير، على خاطر هي موضوع موازين قوى، ديما نعاود موازين قوى معينه بأرضية معينة بواقع معين، دونك تنجم تتبدل بإرادة الشعب. ورئيس رئيس الجمهورية قيس سعيد طيب يخرج، أنا نصور خاطر رياكسيوني رئيس الجمهورية مرة أخرى حكينا خرج عمل خطاب، دونك نتصوروا باش يخرج تيجاوب عليه كيف ما جاوب على غزل شويش، تيجاوب على سي مصطفى مرزوقي. تهني ان شاء الله واحد فيكم يجاوبني توا على الخبر هذايا. تهنى مين قال كالعاده؟ مين قال بيان مجموعه الدول السبعه فضيحه ومأساة؟ مين قال فضيحه ومأساة؟ مع هيج الاخبار صعبه. اي والله حسنة. والله صعبه هي 24 عبير كنت تسمع فينا قالوا البارح يعطيك الصحة، على خاطر هو البيان خرج البارح بيه، هو نائب في البرلمان مجمد في المجمد يا شيخ، نائب في البرلمان ومجمد، زيد نرجعوا لهم قلوبهم ربي يقولوا لهم راهو مجمد عارفينه هاي مجمد نائب مجمد بلا ما نكتبها على الفيسبوك نتاعو باش نعطيكم انديس على اللقب كي حاجه تصعب عليك وانت تستنى من عند ربي في شنو؟ شارع لا صاحبي بن فرج صح الثانيه صحيحه اما الاسم غلط شكون بن فرج؟ شكون عن نائب؟ باهي في عوض صديقي شنو تنجم تقول بالتونسي؟ صاحبي يا ابو زينك شو قلت مالنا؟ قال عزمي ليه؟ لا 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 انا قلت عزمي وهو قال صاحبي بن فرج اخوي لا اي برك انا عليك قلت لك شكون اخر بخلافه هو بن فرج في البلد ديجا ما قلت صاحبي قلت ليه قلت صاحبي بن فرج بجه طلع لنا الفرحه عندنا الحكم بتاعنا بجه قالت لي هذيك هو صاحبي قالت لي بربي باشا عود علمني صحيح ولا غلط بعد الوحده ذي الكل فهمت اخر الموضوع لو اي جواب صحيح صفقون وزغرتوا له كيفاش هاك سي عاده احكي سلوك وزادتك في الفوليوم اي زادتك في الفوليوم اي برا سيدي اي فضيحه ما نعرفش علاش فضيحه يعني خاطر مش اول مره راهو الجيسات يخرجوا يحكيوا على تونس خرجوا حكيوا قبل ظهر لي في 2016 ولا 2017 في وضعية أخرى وتقريبا نحن من 25 جويلية أكثر حاجة كنا خايفين منها على خاطر العالم الكل وخاصة الدول الديمقراطية ولا شركاء تونس اللي ديما يخزروا على أساس هي تونس الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي دونك قعدنا نتوقع ونشوفوا شنو باش يقولوا هالدول هذية والعواصم هذه شنو باش تقول ما بعد 25 جويلية والحقيقة برشا منهم قعدوا اون هولد قعدوا يستناو أما أنا علاش خايف من البيان بتاع البارح على خاطر
كان في نوعا ما خارطة الطريق بالنسبة لهم هما. حاشتنا بحكومة نتعاملوا معها، ماذا بينا نرجع للمسار الدستوري والديمقراطي وعطينا برلمان مش البرلمان ذاك، أما الكل في إطار وأنه الدول لدي حريصة خاصة أنه السلطة ما تتحطش في يد راجل واحد، متفاهمين وأنه الشعب عارف هالبروسيس هذي والمرحلة الاستثنائية هذه، أما وصلوا أنه راهو نحبوا تونس ترجع دولة ديمقراطية يختارها الشعب كيفاش الآليات نتاعها. أما من أهم الحاجات على خطر فما شوية كنتير في البيان اللي قالوا رئيس جمهورية بعد صابرة، ما نحبش نحرق برشة بعد صابرة تحكي عليه، أما بيان فضيحة الحقيقة. أنا ما نعرفش الناس اللي قاعدة تخرج يا إما تقول انقلاب يا إما فضيحة يا إما هالدبلوماسية صحيح مأسيت هجر تكلمت هجر نطقت وكان هكاها مكتوبة في التيتر مأسيت ليه ما نعرفش كيفاش يخموا على خطر تونس ما هيش معزولة من العالم وما هيش معزولة خاصة من شركاء هذم اللي خلينا نقولوا رانا مديونين رانا اقتصادنا بارك راهو اقتصادنا تحت الزرسة مش اسبوعنا يدنا تحت الزرسة على خاطر بالرسمي عنا 100 مليار دينار قروضات اللي هي 100% من ناتج الثروة اللي نخلقوا فيها كل عام واللي هي عند شركين تاع جي سي تذوما دونك سيرتينمون باش يقولوا حاجات معينة. من بعد الحاجة اللي نربطوها باش قال الوفد الامريكي وانه الشأن الداخلي نتاع التوانسة هو التوانسة، اما اللي يهمهم هما مجموعة الدول السبعة ذوما انه العودة للمسار الديمقراطي ونرجعوا البرلمان منتخب وكان هكا انتخابات والا ما الى غير ذلك. انا باش نمشي من ثنية اخرى كومبليتمون، التصاريح والتصريحات اللي قاعدة تخرج من عند النواب الكل ومن عند السياسيين الاخرين ومن عند الناس اللي حلفاء الرئيس ومن عند الناس اللي حلفاء النهضة وعبير موسي والأحزاب الأخرى تختلف حسب المنصب وإلا الموقع اللي قاعد فيه الحزب ذيك والسياسية ذيك. دونك أنا ما نستغربش من نائب مجمد يحب يرجع يخدم على روحه يدافع على ديمقراطيته هو بالنسبة لي اللي هو ديمقراطي اللي هو اتنحى في قالب انقلاب باش يرجع يشد بلاصته. دونك هو باش يخزر للبيان متاع مجموعة السبع دول وكأنه يحكي في صفه معاه البيان اللي هو في الجملة الأولى ما نقص كمش يكتبوا 25 جويليا معناها فهمت رانا نحن مع الرئيس به. بالنسبة للنواب هذوما القراءة متاعهم حقهم اللي هما يقرأوا ويقولوا كيف ما هما يحبوا، ولكن كما قالوا أيوة أنا بعدش نحكي فيها في الروبريك متاع صابر عليكم أنه فما كلام واضح لا يحتمل التأويل، معناها التأويل لازم يكون ضيق تقرأ الكلام كيف ما هو. أنك أنت حاجة أخرى انك انت باش تقول خاطر ما نعرفش انا يظهر لي هو من الناس اللي قالوا معناها انك معناها كيما رضوان المصمودي والكل الجماعه اللي مشاو اللوبيين والعبيد اللي طلبوا عبيد من برا باش يدخلوا في السياده الوطنيه وفي الشان الداخلي، كان انت تكلمت على الاساس هذايا وكان بقيه البيان ولا بقيه الراي نتاعك انه هو مأساة وخيبه والكل على خاطر انت ضد التدخل الاجنبي فبها ما نظلموش الناس نحن هاجر زاده نسمعوا الكلام للاخر فهمت ما نظلموش الناس. كان انت رايك هكايا اوكي انت ما تحبش تكون يمس من السياده الوطنيه، ولكن كما قلت في اول الحديث كان انت تشوفوا مأساة لدرجه المأساة ما نعرفش شنو هي اللي قراها في البيان قريناه التوانسه الكل وحللناه وعندنا تو من 7 نتاع الصباح والمنابر الاعلاميه الكل تحلل ما فما حتى واحد جاي قال مأساة ولا كارثه وصيه تونس مارينز باش تلقاه داخل معناه ما فماش منه الكلام هذايا. هذا كلام معناها الحقيقه فيه برشا مبالغة وكلام سياسي متاع هاني هوني وهاني نتابع وراني أنا ندافع على الديمقراطية اللي الله غالب قلنا هيلكم يا نواب راي المشروعية غلبت الشرعية به مأساة بشوية تيتر اللي مبعد في المأساة وانتو والله ايه يا فرحت بينا والله باش خلي الاخبار الباهي ظهر لي بعد في الريبريك نتاعها فهمت تو روحينا فهمت قلت خلينا نعملوا جو من بعد خلينا نضحكوا تعرف باهي مين قال كالعاده مين قال الغنوشي دكتاتور وانتهى سياسيا ايوا شي التصريحات هذه خاطر تخرج والله العظيم منهم فيهم باش نقول لكم واحد منهم فيهم الله الله منهم الله فيهم لهالدرجه عيطت له جريده الشروق عملت معاه حوار يا اخي خارج كلمتين هذوما برا يلا
لا ماني انا عرفته لقبه فيه شويه هكا افكتيفمون عرفته والله عرفته مس مس لقبه صعيب اي ميد الحمامي لا 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 ها ها اختي باشا لو اي جاوب صحيح في بالي لا لا انا نحكي على واحد اخر غابو مين بيصير والله ما في شيء الحمام رامي فما نيفو اخر تاع ديزانديز تو يلا طيران اي لو اي ما لا تطير لي باش نطير على خاطر سي عماد الحمامي كنا هنا الجمعه اللي فاتت في البلاتو هذا مع خلود وحكي على خاطر هو راهو العضو الوحيد في مجلس الشورى وحركه النهضه اللي تم تجميده في وسط الحركه في حد ذاتها واللي قال خرج قال انا ما نعترفش بالتجميد هذا على خاطر ما يجيش من هياكل الحركه جاي من راس الحركه راشد غنوشي وقال زادا وانه راهو الهم الكل اللي عايشين فيه وعايشه في حركه النهضه راهو السبب نتاعو راشد الغنوشي ما كانش اوضح من هكا وتقريبا هو تو اكثر واحد في التيار اللي ضد راشد غنوشي داخل حركة النهضة هكا أجريسيف في الكلام بتاعه بارابور رئيس الحركة حقيقة ديكتاتور راشد غنوشي صحيح ديكتاتور على خاطر عنده 40 سنة السيد هو على رأس الحركة وتقريبا في المؤتمرات اللي فاتت الكل العرك ما شفنا كان العرك في مؤتمرات حركة النهضة وراشد غنوشي ديما يحاول انه يعاود يترشح وحتى في البيان بعد 25 جويلية اللي خرج قالوا باش نفهموا الشعب وما الى غير ذلك في المؤتمر الجاي راشد غنوشي قال يمكن مانيش باش نترشح اما نتفكروا كلنا كيفاش خرج وقال راهو انا جلدي وخشين وزعماء الكل كيكا هاو شنو يصير فيك يتخلط بعد 10 سنين بلاد للي عايشين فيه نحن تو ما تنجم تكون كان ديكتاتور داخل الحركة ذي واضح اما زادة ما تنجم تكون تحب تخرج كان من باب صغير وذي مؤسف على الاخر بالنسبة للشخصية كيف راشد غنوشي وما عنده حتى حل بالرسمي ما عنده حتى مخرج بتكربسات اللي عملتهم حركة النهضة الكل راشد غنوشي مخرجه كان من باب صغير للأسف صابرة هو راهو مثال شان اليوم باش نكون عرفتك معناها هكا خفيفة ما عادش باش نكونك صابرة ديما انت ديما صابرة عاملة مشاكل والكل هو جوست راهو عماد الحميمي استعمل قال راهو ديكتاتور كامل الأوصاف الله زيد كمل يعني لو باغادوكس في نفس الجملة معناها ريت اوكو فرتني يا بري هو راهو فما من الناس اللي نحن قاعدين نشوف فيهم الكل في حركة النهضة اللي هو معرفته كالعبد اللي يرمي روحه من السفينة قبل ما تغرق عندهم نظرة استباقية ونحن نعرفوا اللي بالحق توا حتى بالإحصائيات والكل حركة النهضة قاعدة تخسر في أنصارها قاعدة تخسر في معناها كما نقولوا نسبة كبيرة من أنصارها قاعدة تخسر فيها حركة النهضة عماد الحمامي هو الحقيقة مسكين سخفني قال سمعت روحي أنا مجمد في, 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 في الفيسبوك ما في بليش ما قالولوش معناها باش تفهم أنت حالة التخبط اللي في وسط الحركة بعد خروج معناها راهو قادة من القادة الكبار متاع حركة النهضة ولكن تصريحاته الأخيرة فيها نوع كما قلنا وهذا ما يدل على ذلك الجملة اللي قالها انه ديكتاتور انه هو رافض كل التصرفات اللي قاعد تصير في الحركة كان ما جاش الموضوع بالنسبة لي هو ديكتاتورية راشد الغنوشي نتصوره كان راهو قاعد وكان يتناقش في شنو باش نعملوا قدام شنو المخطط متاعنا باش نعملوا اعادة بناء للحركة ولكن فهموا ابارامون اكثر القادة متاع حركة النهضة انه المشكلة في راشد الغنوشي المشكلة في الزعيم متاعهم المشكلة انه زادة ما نكذبوش على احنا عبيد الكل تعرف اللي الفلوس والسباب اللي متاع الفلوس الكل موجودة عند راشد الغنوشي دونك يقول لك انا هكا ولا هكا باش نخرج او ما نخرج معناها قدام الشعب التونسي اني انا كنت في اخر ايام يكتب لي التاريخ ويسجل لي التاريخ اني انا كنت ضد الممارسات اللي قاعد تصير في حركة النهضة وخاصة من رئيسها باهي مازلنا باش نحكيو على سبالة الفلوس باش نجيب لكم مخبر فيه برشا فلوس فلوس اختصاص صابرة لا تشوف الدولارات حاجة دولارات برشا دولارات بفهم حاجة أوكي. تباعت في السعودية بنصف مليون دولار
تررارا السعوديه بنص مليون تررارا اعطتني اجابه قداش يجيو نص مليون دولار مليار مليار ونص مليار ونص بريسك مليار و400 هي الحاجه نعطيكم انتيس هي الحاجه هذه قال لك ما تقولش الحاجه هاجر حسيتها مش تقول الحاجه ليه والله ليه ما حتى هي راهي الحاجه اجابه ما انا نعرف انتم ما كنتش بتعرفوه على خاطر بحسي لازمك تبدو مختصين في الفاز هذه باش تعرف الحاجه هذه من نوع القرموش اجير نعم نوع قرموش اجير حجره كريمه لي مش حجره كريمه هي حاجه كريمه مش حجره ليه هي جمله كائن حي كائن حي هاني سهلتك او ما عندهم النسور مسابقات النسور والكل مش غلطه غزالة ذي لا فما نسر فما حاجة أخرى لا فما العقاء يا لؤي يا لؤي يا منورني يا منورني أنا قربها هي تبلص الإجابة والحي مسكينة صاد راسك اللي تجتهد 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 سقر ويجي السقر ينقر ويخليها بريش حرام عليك نقسموا نقسموهم نحن الإجابات والنقاط الكل ما مقسومين باهي قال لك السقر هذه فريد من نوعه وشري من نوع عشنية؟ تشري قرموش اجير الترا وايت وبالمره هذه راه موجود في مزارع امريكيه اسمها باسيفيك نورث ويست في امريكية وتعد من افضل مزرع المزارع العالميه للصقور وبيعوا ثلاثه كهو في الاخر معناها فهمت حكايه خفيفه كيك على قد فلوس هما راهو شفتهم الصقور هذوما يقصوا وتسكر في الطياره وعندهم كراسيهم وعندهم كل شيء معناها وقت اللي يلقى الفريق الوطني السعودي ماشي بشي كيما المسابقة هما ولا مهرجان عندهم رياضة مهرجان كبير يصير ووصلوا يجيو حتى لتونس يجيو في الجنوب التونسي زاد لهنا ينصبوا الخيام نتاعهم والكل وما نعرفش شنو يعملوا بهم الصقور المهم يطيروهم يعلموهم فما نوع من الدراسة ما نعرفش المهم عندهم حاجة معناه أنت باش تثبت روحك اللي أنت غني برشا واللي أنت من العائلة كيما نقولوا فيها فحيشة الثراء أبار فحيشة اللي أنت سعودي سعودي أبا عن جد كيف بلدي عندهم انك انت تكون عندك صقر معناها وبالحق يتباعوا باثمان راهو غاليه غاليه على الاخر ويتباهوا فيهم حتى في عروساتهم يجي كل معناها تلقى فاميله العروسه وفاميله العروس يجيبوا الصقور وعندهم نوع من الغناء الخاص بهم يتحط وتشوف كيفاش الصقر هذاك يتفاعل مع مولاه ولا صديقه ولا اللي يربي فيه مع الفن هذاك دونك هي حاجه عاده عندهم وكما قلت لك راه هو أبار الصقور عندهم ياسر الفهد معناها والنمور مغرومين بالحكايات هذوما مع عادات وتقاليد كما لك بايش عن احنا في سوريا وي وي على الاقل احنا كابش قد ايه يخلطش 10 ملايين مليار ونص يا رسول الله في صقر فلوسنا وفلوسنا يشري بطياره ولا يشري بها طياره عاد ربي نوب كريم ربي نوب كريم يا جماعه احنا سي بون بيت الرزق الساعه الاولى مازال ساعه اخرى ان شاء الله حافظوا لي على النشاط الحيوية كيما هكايا برشا جاو عاد طرحكم عاد من بعد اشتروني الفتيت والدنيا الكل يا جماعه نمشيو نرتاحوا احنا فصل غنائي كالعاده معايا شويه لا مازال اختي صابر شويه اخر معانا في صابر عليك صابر عليكم باش تصبر وتعمل فتيت والشيطان قال باش قايله باش يتحرك واي 24 باش تجي زاد تعطينا بالاخبار نتاعها ونسال عروسه حاسيلو عندها زاد اخبار جو احلى جو الكل ايوا احنا مكملين مع بعض بالله انا عندي شويه هدي جويز انيفرسير من عند للبنوته اللي عمرها عامين اسمها جوليا الشواشي ابوها يسلم عليها برشا ويقول ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي فضلك ليا والعائله الكريمه الموسعه الكل يتمنوا لها عيد ميلاد سعيد ويني هابي بيرثدي تو يو جوليا هابي بيرثدي تو يو Happy birthday to you, da 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 da. Happy birthday to you, ba da da ba da da ba 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 ba. هاي على كل عام وهي حي بألف خير امين يا ربي واجمعين والناس الكل اللي مولودين في نهار كيما اليوم نقفلوا الساعه الاولى بتمنيه السعاده والفزت الكل خلينا نخرجوا نعملوا جو هاي تو نرجعوا لكم مرحبا